بدي انا بدي انا اخبار طبيت البيت كلمين البنزين لا الله لا يوفي الدولة وصل الدولة. أزمة جديدة حلت على لبنان فجر الأحد، حيث استفاق المواطنون عموما وأهل عكار خصوصا على انفجار خزان وقود في بلدة تليل الشمالية. وبحسب روايات عدد من أهالي التليل، داهم الجيش فجر الأحد خزانات بنزين في البلدة بمنطقة عكار، يعود قسم منها لرجل الأعمال علي عباس الصبحي المعروف بأنه من كبار مهربي المحروقات إلى سوريا، وكان قد اشتراها منذ قرابة 4 أشهر قبل أن يتم توقيفه بتهمة التهريب. أما القسم الآخر فيعود لصاحب الأرض الموجودة فيها الخزانات، وهو التاجر جورج رشيد ابن بلدة التليل. وباشر الجيش توزيع 3000 لتر من الكميات المصادرة دون أي مقابل، غير أن قرار توزيع جزء من الكميات المصادرة على الناس مجاناً يبدو أنه لم يرق لصاحب الأرض الموجودة فيها الخزانات. فبحسب روايات عدد من الأهالي، أقدم نجل التاجر جورج رشيد على إطلاق طلقة واحدة باتجاه أحد خزانات البنزين، ما أدى إلى تسرب البنزين منها، ويبدو أن أحد الموجودين في المكان كان يشعل السجائر من دون أن يعرف أن البنزين يتسرب، وذلك بسبب اشتداد الظلام فحصل ما حصل. ووفق أحد الذين تولوا منصبا بالشأن العام في عكار، فأن جورج رشيد مالك العقار الذي وجد فيه خزانات البنزين مهرب قديم ولديه سجل طويل بتهريب المحروقات والحديد وأنواع أخرى من السلع من لبنان إلى سوريا بحسب ما نشرت العربية. أما عن الجهة السياسية التي تغطيه، فلفتت العربية نت إلى أن لدى جورج رشيد علاقات تربطه بنواب محسوبين على جهات سياسية عدة. ومعروف أن حركة التهريب ناشطة على الحدود اللبنانية من محافظتي عكار شمالاً وبعلبك الهرمل بقاعاً إلى سوريا، يقابلها شحب المواد الأساسية في هاتين المحافظتين. ووفق التقديرات تجاوزت قيمة البضائع المهربة إلى سوريا في السنوات الأخيرة 20 مليار دولار.